اذكر مرادف. مرادف لشنو؟ اذكر مرادف لمعنى كلمة بيت. كلمة بيت لها تسميات كثيرة، منها سبعة. شنو هن؟ شنو ذني؟ واحدة من أذن. الحوش. بيت شنو؟ الحوش. الحوش. إيه. الحوش. خطأ. الحوش يمكن اجتي ما جت ما اجل باستبيان، لانه حوش كلمة باللهجة العامية. نشوف اخ احمد. الدار. الدار. نعم. خلينا نشوف الدار. نعم، والدار موجودة، اذا بيت دار. خلينا نشوف هذه المرادفات لكلمة بيت. تفضلي سيدة شذا، وتفضل اخ احمد. خلينا نجي لبنى. مأوى. اذكري لي مرادف لمعنى كلمة بيت. مأوى. 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 نعم، مأوى موجود. وأخت علا. الوطن. 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 الله، الوطن. الوطن. خلينا نشوف. خطأ. هو مو خطأ، هو مو حتى يعني ما اجى بالاستبيان، لكن الوطن أعم وأشمل وأحلى وأعظم. إحنا نجي على كلمة بيت، بيت صغير، يعني مفردة ضيقة. كل بيوت وكل الدور هي الوطن يضمها، ويضم أرواح وتاريخ، فالوطن أشمل وأعم. خطأ غير صحيح هو، بس صحيح. ومحسن. منزل. المنزل. منزل. نعم، موجود. منزل، دار، مأوى. وأخ أحمد مرة أخرى. شقة. شقة. خلينا نشوف. شقة. لا، ما تجي. البيت والمنزل والدار مو شقة. شقة مصطلح لربما حديث وما جاية. لبنى شو تقولي؟ ملاذ. ها؟ ملاذ. ملاذ. خلينا نشوف الخطأ الثاني. الحريث يفكروا، أنا ما دعيتكم إلى أن تشاورون، شاوروا، من حقكم الآن أن تفكرون تشاورون فيما إذا أكو خطأ ثالث. ملاذ. خلينا نشوف ملاذ. خطأ مع الأسف، الملاذ لم يأتي ضمن هذه المرادفات. منزل، دار، مأوى. وعمار شو يقول؟ وكي. أصيل. ملجأ. ها؟ ملجأ. ملجأ. ورامي. ملجأ. ملجأ. وست شذا. كوني دقيقة. ملجأ. ملجأ. خلينا نشوف. ملجأ.